ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتم امبارح تابعتوا تحرير الرهائن اللي حصل من الاحتلال. احنا امبارح هم عملوا جريمة بشعة عشان يحرروا استشهاد 200 فلسطيني في مخيم المسيرات، واكتر من زي ما نقول اكتر من 300 مصاب. ده يعني جريمة بشع. بس خلينا بس نحط كام حاجه كده. اولا كده رغم نفيهم، يعني هم كذابين، ان القوات الامريكيه شاركت في العمليه، يعني كده امريكا دخلت الحرب رسميا. امريكا مش دخلت بتبعت سلاح، لا، دخلت الحرب بالقوات بتاعتها. يعني اللي هيحارب بعد كده هو بيحارب امريكا، عشان بس نبقى فاهمين. الحاجه الثانيه، هو سؤال، العملية قعدت 45 دقيقة عشان تحرير الرهائن. هما اللي كانوا بيحموا الرهائن كانوا فين؟ يعني ما قتلوش الرهائن ليه وخلصنا؟ ما خلاص انت دلوقتي يعني كنت هتعمل فضيحة بقى فيه. هو قتل 600 واحد حلو عشان يجيب الرهائن، وانت كنت خلاص قتله الرهائن بتاعته خلاص، قول ان هو اللي قتله ويبقى قدام الشعب واتفضح. لكن انت سبته، وانا قاصد لان اللي حصل ده هم يعرفوا من اماكن القصر، هم بقالهم 9 شهور بيدوروا عليه. نتنياهو اتشال من عليه رقبته الحصار، بقت المعارضه هي اللي الشريره. بيني جانتس عضو حكومه الحرب اضطر يقعد، ولسه ده كده كل كام يوم هنلاقي اسير ولا حاجه، وتبقى الدنيا ايه، يبقى هو ايه حقق اللي هو عايزه. بعد كده يطلع على جبهه لبنان زي ما انا قايل لكم. وفاكرين لما انا قلت الرصيف البحري الامريكاني؟ مش انا قلت، انا اللي متابعني من فتره، انا قايل في شهر رمضان اللي فات والله العظيم، ورجعوا للفيديوهات، ان الرصيف البحري الامريكي ده مش مساعدات، ده قاعده عسكريه هم عاملينها. يعني انا اهو قلت. تاني حاجه، طالما امريكا جت يبقى هو هيصعد بقى مع ايران شويه، وهيصعد مع جنوب لبنان، وهيصعد مع مصر. ما هو امريكا جت بقى، ده كده رسمي هو مش دخل حرب لوحده. هو ما يعرفش يخش حرب لوحده، هو احنا هو ما بيعرفش يتشطر غير على المدنيين، لكن يعمل، لا هو ما بيقدرش، هو فاشل. واللي ساب له الاسرى خاين، يعني اليوم اللي هيمشي في بيني جانس والحكومه تقع يلاقي الاسرى. يا سبحان الله، زي ما كان هيقع برضه وعملته 7 اكتوبر، وزي ما كانش هيخش رفح وعملته عمليه كرم ابو سالم، وزي ما الهدنه الاولانيه انتم اللي خربتوها. محور المقاوله الايراني وليس المقاومه هو ما عندوش مانع يفضل يحرف قطاع غزه 4 5 سنين، ونكش الناس كلها تموت، مش انا احكم. هو ده حكم الاخواني. انا اول ما اقول الكلمه دي واحد يقول لي انت بتطبي لي السيسي. يا عم هو انا جاب سيره الرئيس السيسي؟ هو اي كلام، انتوا حافظين مش فاهمين. انا بتكلمش على الرئيس السيسي دلوقتي، والبلد فيها مشاكل كتير، وفيها ازمه كهرباء، فيها ازمه اقتصاديه، ومحدش راضي اكيد عن اي ازمات اقتصاديه. بس ما تقوليش بقى دلوقتي طب اطبل، انا بقول لك الحقيقه. انت بقى عايز تسمع غير كده، وعايز تسمع ضل اليدويري وحل اليدويري وعملنا يدويري. خلاص افتح الجزيرة، مش عندي انا بقى، افتح الدويري، يقول لك الحاجات اللي نفسك تسمعها. بس انا بقول لك الحقيقة. كل ما يتنياهو مع رقبته الحركة وايران يشيلوها لي. ربنا ينصر فلسطين ويغزي الحركة ويغزي الاحتلال ويخرجنا منهم سالمين يا رب، وينصر مصر. بشكركم، بشكر الأستاذ أحمد، والسلام عليكم.